رمية حرة هيخرج المصري، يبقى كابتن طارق محروس بيغير المصري في الدفاع، ودي طبعا العلامة بعد ما يبقى اللعب منظم. لعب منظم يعني نبتدي هجمة على مستوى الخط الخلفي والخط الأمامي. بيوقف الملعب كابتن مصطفى المعاملي حكمنا نادي الزمالك. لعب 4 لقاءات، احرز 118 هدف، دخل مرمى 104 هدف. نادي الاهلي لعب 4 لقاءات، احرز 131 هدف، دخل مرمى 92 هدف في المرحله الثانيه بالتحديد. تمرير خط خلفي، عايز يعدي يلعب الكره قويه، لكن رميه مرمى بره تروح. هنداوي يلعب الكره على طول لاحمد الاحمر اللي عايز يلعب الكره للويصا، ياخد رميه مرمى، تيجي الكره في القائم. حميد هو اللي بادئ اللقاء النهارده مش عبد الرحمن. يلعب الكره خليل في الباك اليمين، رمضان يشوط الكره قويه، مصطفى خليل اول الاهداف من الخط الخلفي للنادي الاهلي. مره تانية تمرير، مباراه بادئه قويه للقطبين، ولا زلت اقول مباراه القطبين. مره تانية احمد الاحمر يطلع وسمن على الدايره، اصابات مؤثره جدا على مستوى الهجوم من طبعا عدم وجود خالد وليد لاعب الدايره. وسام سامي كان بيشعر كده بالم، لكن بدا اللقاء على مستوى خط الدايره بالتحديد. هنشوف زي ما اقول تركه في المرحله الاولى كانوا 18 فرقه لعبوا 17 مباراه. الملك داخل المجموعه وهو بيعتلي قمه المجموعه بالنقاط الاعتباريه مع الاثنين المرتبط. مره ثانيه تمرير، عايز يعدي يلعب الدرع، احمد الاحمر يقابله الجزيري، يقف قدامه تقاطع، يعدي كويس قوي، يتصدى حميد، مرة ثانية يلعب الكرة كويس قوي، تقاطع رائع ويعدي هايل، يحيى الدرع ويحرز الهدف 1-1. عدى كويس قوي الدرع. مرة ثانية النادي الأهلي عايز يعمل الهجمة السريعة، يلعب الكرة لكن يقطع الكرة يمنع خطورة، لكن رمية حرة، رمية حرة. بيقول له العب الكرة من مكانها كابتن مصطفى المعملي. تمرير خط خليل يلعب الكرة، عدي كاستيلو قطع، يرجع مرة تانية قافلين على رمضان في اليمين، عايز يشوط الجزيري، يتصدى كاتونجا اخطبوط الحراسة لمنتخب مصر ونادي الزمالك، بيشيل كرة يمنع منها الخطوره لنادي الزمالك. هدف الاعاده حلوه قوي، الاعاده بتجيب هنا يا سلام الزاويه دي اروع، لانها بتجيب شكل الهجمه لما سحب الملعب ولعب الكوره للجزيري اللي شاط الكوره من الباك العكس رمضان. تدير يلعب الكوره ليها، تجهيز في الخط الخلفي، عايز يعدي يلعب الكوره مره ثانيه، يشوط الكوره يتصدى حميد، هو الاخر افضل حارس في اخر بطوله عالم للناشئين. حميد عملها كويس قوي، راح للكوره جراند كار، لما تيجي في الاعاده هنشوفها اول ما توقف الكرات. يلعب الجزيري، رمضان يرجع مره ثانيه، خلاص هيتلعب اللعب المنظم اول ما يغير المصري. تصدي قدام تصدي من حارسي القطبين. خليل مره ثانيه تمرير، يلعب الكرة رمضان، قافل دودو، احمد مؤمن صفا عايز يلعب الكرة على الدايرة لكن ياخد رمية حرة، مصطفى المعملي بيدي رمية حرة، كاستيلو بيعمل هنا طارق محروس، وعمل ده من اللقاء اللي كان بيتلعب مع الجيش، كان دايما بيقطع كاستيلو، يسيب الكرة يعمل خلخلة دفاعية ويحرز الهدف للنادي الاهلي. يتقدم النادي الاهلي 2-1 بعد 5 دقايق
8 ثواني. مرة تانية يلعب الكرة لويسا وهو الآخر يتعادل لنادي الزمالك. وسام سامي عمل مباراة عمره، عمل مباراة عمره هنا في مصرنا في بطولة العالم الأخيرة أمام سلوفينيا. أحرز كورتين خطيرتين في وقت قاتل. مجد أبو المجد في الوقت ده وخارج بعد ما أحرز الهدف الثاني ليه، سلم عليه بحرارة شديدة لأن كانت كرة من كور التأثير في المباراة. تمرير. احتفالية للقطبين. هي لقاء القطبين. يطلع أحمد عادل من على الدايرة يلعب الكرة. عايز يعدي أسامة يشوط الكرة، يتصدى بمهارة كريم هنداوي. لا لا يشيل كرة من الجزيري تاني مرة، يتصدى لتاني مرة. مرة تانية عايز يعدي أحمد الأحمر يلعب الكرة، الدرع عايز يلعب الكرة لوسام من الخط الخلفي للخط الأمامي، يمرر كرة ويعمل خطورة. الدرع مع وسام. مرة تانية رمضان يلعب الكرة في الباك الشمال، عايز يعدي الجزيري، هيشوط رمضان، يشوط رمضان، يتعادل الآن 3-3. المباراة رائعة وقوية وبالإصارة معنية. لا 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 لا، عملوا الثلاث تمريرات بقول لحضراتكم ما بيغيروش إلا لما بيقف اللعبة. عملها كويس قوي المرة دي. رمضان هو مفتاح التصويب من الخط الخلفي من آخر مباراة للنادي الأهلي. تمرير. لعب مباراة جيدة جدا أمام الجيش. مرة تانية الدرع سيف يلعب الكرة لأحمد الأحمر، يسحب له الملعب كويس قوي، يلعب الكرة ليحيى اللي بيجي على مستوى صانع العاب يقابله المصري. قافلين النادي الأهلي الدفاع على مستوى الدايرة في الجزء اللي في النص بالتحديد. أحمد الأحمر يا سلام كان عايز يمرر الكرة رائعة. فكر عالي، لاعب غالي، القائد أحمد الأحمر. يقطع دودو من على الجناح الشمال، يلعب الكرة كويس قوي ليحيى اللي عايز يعدي أحمد الأحمر، يقابله كويس قوي المصري. مرة تانية أحمد الأحمر يشوط الكرة، بقول لحضراتكم بالمهارة يعمل خطورة. الأبيض الذهبي يلعب الكرة حلوة قوي. يا سلام الكرة الأرضية، الكرة الأرضية عملية منتهية لأنها بتبقى صعبة قوي على الحراس. ترجع مرة تانية للجزيري اللي عايز يلعب الكرة يعمل الخطورة، لكن يتصدى لثالث الكرات برفلكس عالي كريم هنداوي. يلعب الكرة لسيسا، طبعا كلهم مع بعض في منتخب مصر، هو الإفادة القوية. شاط الكرة كويس قوي على مستوى حراسة المرمى إلى الآن. كريم هنداوي تصدى لأربع كرات من ست تصويبات. تمرير خط خلفي. الجزيري يلعب الكرة، مصطفى خليل يطلع أحمد عادل من على الدايرة، يسيب الكرة لخليل اللي عايز يعدي، يلعب الكرة مرة تانية للجزيري، تقاطع في الخط الخلفي ما بين باكين وصانع ألعاب، هو أحد الأسباب بالباك اليمين. الجبع اليمين للقطبين إلى الآن مميزة جدا، سواء أحمد الأحمر أو رمضان. يحرز الهدف، ياخد رمية حرة، عملها كويس قوي رمضان. مواليد 98 بدأ مشواره مع نادي اليوبلس ثم انتقل للنادي الأهلي. مرة تانية التعادل 4-4. يطلع وسام، بياخد وقته نادي الزمالك في التجهيز للهجوم. يلعب الكرة وسام، ينزل يقطع أحمد مؤمن من على الجناح الشمال، يلعب الكرة لسيف اللي عايز يعدي أحمد الأحمر، يتصدى حمايد لكن تروح. لهداف آخر بطولة أكرم يسري مع نادي الزمالك في بطولة العالم للأندية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كان هو الهداف للبطولة. حرز الكرة أحيا الهدف تماما. بص حضراتكم دخل من زاوية كويسة قوي، لعب الكرة في الزاوية البعيدة وعمل ضايف كده ويلعب الكرة بعيد عن حميد. 5-4 تقدم لنادي الزمالك، المباراة ماشية هدف لهدف. يلعب الكرة كاستيلو، كاستيلو عايز يعدي، يلعب الكرة للجزيري عايز يقف قدامه أكرم يسري، لكن هنشوف قرار الحكمين.
واقع مصطفى خليل، ان شاء الله يقوم سليم. من اللاعبين المميزين على مستوى الهجوم والدفاع للنادي الاهلي، لعب لنادي الزمالك، رجع مره تانية للنادي الاهلي، ان شاء الله يقوم سليم. قام سليم الحمد لله، وخد ايقاف دقيقتين فعلا. اكرم يسر ياخد ايقاف دقيقتين، اكرم يسر مره تانيه، تمرير خط خلفي، عايز يعدي، يا سلام على التمريره، يعمل بيها الخطوره، يلعب الكره كويس قوي لاحمد عادل. بدا مشواره مع كره اليد من نادي الجيش، ثم انتقل مع مدربه الحالي كابتن طارق محروس للنادي الاهلي، عملها حلو قوي، لمسات فنيه رائعه من الاعادات افادات، التمريرات في الاعادات افادات. يعني ايه تناغم ما بين خط خلفي وامامي؟ يعني ايه لاعب الباك يلعب الكره، اللاعب الدايره كره هايله. خمسه خمسه، هنا بيلعب حلو، هنا بيلعب حلو، لازم هنقول حلو. القطبين، المباراه رايحه لفين؟ خمسه خمسه مره تانيه، تمرير خط خلفي، عايز يعدي، يلعب الكوره، يلعب الكوره على الدايره، الاول كراته ينهى بيها عباراته، ياخد الكرة كويس قوي من على الدايرة. محمد طارق مواليد 2002، أحد اللاعبين اللي انضموا لمنتخب مصر للشباب، هنا كان هو أحد الأسباب للرمية الجزائية. أدي التمريرة رائعة من الخط الخلفي للخط الأمامي، نفس التمريرة عمل منها الخطورة نادي الزمالك. رمية جزائية، مباراة فردية، الأحمر وحميد يهوش ويتصدى حميد، ترجع له مرة تانية، أحمد الأحمر يتصدى حميد، افضل حارس في اخر بطولة عالم لناشئ المحروسة، لناشئ النيل الجميل. تمرير خط خلفي مرة تانية، سيف يلعب الكرة، احمد الاحمر، تمرير يلعب الكرة، كل ده في الخط الخلفي، هيشوط الكرة من بعيد، هدف جديد، عملها حلوة قوي من ابعد نقطة، عملها كويس قوي يحيى الدرع، يحرز الهدف، يرد على طول النادي الاهلي، بيقول لحضراتكم بيعملوا السرعة، عبد الرحمن فيصل يعملوا السرعة، بيردوا على طول مرة تانية. نادي الاهلي في كل المباريات اللي اتلعبت في المرحلة التانية هو الدفاع والجري. ادي الكورة عملها كويس قوي عبد الرحمن فيصل، بدأ مشواره مع كرة اليد من نادي 6 اكتوبر مع كابتن محمد احمد، ثم انتقل للنادي الاهلي. تمرير عايز يعدي، سيف يلعب الكره ليحيى، دفاع النادي الاهلي بيلعب دفاع 6-0 ويطلع لغايه ال 9 متر عشان يقابل الباكين، عايز يشوط الكره بين القائمين، يحرز الهدف سيف الدرع، برونزيه العالم في اخر بطوله عالم للشباب، يلعب الكره، هيرد ويمنع الخطوره، هنداوي، لا لا لا، المباراه حماسيه 100%، 7-6، 13 هدف في اقل من 13 دقيقة، سرعات دقيقة، تصويبات عالية وكور غالية وتصديات هامة جدا. مرة تانية تمرير رمضان، يرجع بالكورة احمد عادل، عايز يعدي، خليل، خليل يلعب الكورة، ياخد رمية حرة، يقف قدامه كويس قوي، لاعب مميز جدا محمد طارق، عايز يعدي، احمد عادل يطلع من على الدايره عشان يعمل خلخله دفاعيه مع تقاطع الخط الخلفي، عملها كويس قوي، راقب الزمالك دفاع، هنا الهجوم عند احمد عادل، عدى فيصل في الثغره مره ثانيه، عايز يرد الزمالك، اوه قوي قوي في القائم، ترجع مره ثانيه، عايز يجري عليها، ياخدها سيسا، يلعب الكره، يا لا لا لا، السين السين، السرعه السرعه من القطبين، من هدف ليك لهدف عليك، تتنقل الكرة، يعمل كرة رائعة، سيسا بدأ مشواره مع نادي الأهلي في عالم كرة اليد في الناشئين، ثم انتقل لنادي الجيش ومنه إلى النادي الأهلي مرة أخرى. 8-7 لصالح النادي الأهلي. مباراة متوازنة دفاعياً وهجومياً وتكتيكياً ما بين الفرقتين. هنا يتقدم، هنا يتعادل، هنا يتعادل، هنا يتقدم، مرة ثانية. أحمد الأحمر. يحيى عايز يعدي،
يلعب الكرة على الدايرة، عايز يعمل خطورة بالتمريرة ما بين يحيى الدرع صانع الألعاب وما بين محمد طارق. تمرير خط خلفي مرة تانية، تروح للمصري، يرجع النادي الأهلي يجري من الجناح اليمين رايح في انفراد، تم كاستيلو يحرز الهدف للنادي الأهلي 9-7. بيجروا بموجة الثلاثية من الجناح اليمين المرة دي، كاستيلو أحد اللاعبين اللي حصلوا على برونزية العالم للشباب، للشباب المحروسة 9-8. أحمد الأحمر تمرير سيف، النادي الأهلي بدأ بيلعب دلوقتي، بص حضراتكم على التسعة متر واقف رمضان يراقبوا بس الاتنين الدايرة، غير كده بيطلع المصري وبيطلع رمضان على التسعة متر عشان يقابل حركة التمرير والتقاطع الخط الخلفي والتصويب. يلعب الكرة ليحيى، يلعب الكرة لسيف، عايز يعدي مرة تانية يحيى، دفاع تناغم، عايز يعدي الأحمر، يلعب الكرة في الجناح بره، تروح الكرة بره، تمرير خط خلفي عايز يعدي لكن قفله تماما، قفله تماما. الزمالك بقى طالع يدافع فين على 9 متر، بدا هو الاخر يقابل بره، يلعب الكوره على الدايره، يستلم طبعا خلخله دفاعيه، واقف لوحده خالص احمد عادل، الدفاع المتقدم مش متوازن مع المقابله، بص ياخد هنا الكوره لوحده خالص مش حد بيقابله، اوليفر روي ياخد الوقت المستقطع عشان يدي التعليمات للاعبي الزمالك، نتابع مع بعض هيقول ايه الاسباني اوليفر روي مع كابتن حماده الروبي مع لاعبي الزمالك، نتابع مع بعض هيقول ايه للاعبي. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه اوليفر روي لنادي الزمالك، التقدم للنادي الاهلي 10-7. اللي ما كانش متابع معانا اللقاء في 16 دقيقه 20 ثانيه، النادي الاهلي بيدافع على مستوى ال 9 متر باثنين لاعبين وبيراقبوا الدايره ب بالمصري او بفيصل عشان ما يستلمش الكوره او يعمل خطوره، في المقابل بيحاول نادي الزمالك يعمل تقاطع الخط الخلفي عشان يعدي من دفاعات النادي الاهلي، في المقابل الزمالك كان بيلعب بدفاع غيره دلوقتي اوليفر روي وطلع لبره شويه، وبالتالي احمد عادل بقى في عنده مساحه من استلام الكوره وفي عنده مساحه من التمرير والثنائيات مع عبد الرحمن فيصل اللي احرز هدف، واحمد عادل احرز هدفين. هنداوي تميز في ال 16 دقيقة 22 ثانية، تصدى لأربع كرات هامة في انفرادات في التصويب بالتحديد، في المقابل حميد تصدى للثلاث كرات هو الآخر منهم رمية جزائية منع خطورة من مباراة فردية مع أحمد الأحمر. نزل مودي تمرير خط خلفي صانع الألعاب، يلعب الكرة مودي يروح على الباك الشمال طارق، تقاطع عايز يعدي مودي، يلعب الكرة مرة تانية للأحمر اللي عايز يعدي، يلعب الكرة قوية سحبوا الملعب في الجبهة اليمين، خد معاه الدفاع أحمد الأحمر ويلعب الكرة حلوة قوي في الخط الخلفي اللي بيحرز الهدف يحيى الدرع، فيصل عايز يعدي يقف لكن يقف قدامه كويس قوي الدرع وبيعتذر له، يا سلام على الروح الرياضية لكرة اليد المصرية، هايل هايل هايل، لقطة مهمة. احمد عادل ينزل مره تانية على الدايره، خليل يلعب الكره لرمضان في الباك اليمين، فيصل خليل عايز يعدي، يلعب الكره عبد الرحمن فيصل عايز يشوط الكره، يسيب الكره لرمضان، بدا الدرع بقى يطلع لبره ويراقبوا الدايره، يعني هيقابل ويراقب صح كده، يشوط ولكن يتصدى كريم انداوي،
يتصدى للكرة، تروح الهجمة السريعة، مودي بالمهارة يغير الحالة، يخلص الفرق الهدف. مودي انتقل من سبورتنج للزمالك، يعدي شوت، ياخد رمية جزائية. خليل، بقول لحضراتكم النادي الاهلي حتى لو احرز هدف الزمالك بيجري يعمل الهجمة السريعة، هو عنده السرعات مهمة جدا في انهاء العبارات الهجومية والارتداد للدفاع. كاستيلو هيشوط الرمية الجزائية، خالد عمر كاستيلو هيشوط ويحرز الهدف، عملها كويس قوي كاستيلو على شمال كريم انداوي ليتقدم للنادي الاهلي 11-9، فرق هدفين. عمر خالد تمرير خط الخلفي، مودي لاعب عنده مهارة عالية قوي، مودي يمتاز بمهاراته وإيجابياته بمهاراته. يقطع أكرم الدرع، يسيب الكرة المودي، يرجع مرة تانية، يطلع له فيصل، يسيب الكرة المودي، يا مودي ياخد الكرة، بيسحب له الملعب كويس قوي ويحرز الهدف. مودي 11-10 لو جت في الإعادة، بص حضراتكم يسحب الملعب يعني بياخد كل المدافعين معاه، بالتالي يبقى في ثغرة ما بين رمضان وما بين المصري. يطلع يشوط مودي، من اللاعبين اللي حصلوا على رابع العالم في بطولة العالم للشباب مع الكابتن عدو عبد الوهاب، جيل التسعين كان جيل سمين، منه كان مودي للشباب المحروسة. قام الدرع، هنشوف قرار الحكمين. كابتن شعبان مراقب المباراة، احمد الاحمر بيتكلم مع كابتن محمد سامي طبعا، لانه هيقعد ثلاث هجمات بره. اوليفر روي كابتن شعبان بيتكلم مراقب المباراة، بيقعد اللاعبين. 11-10 استعاد الزمالك التوازن على مستوى الدفاع والهجوم وقلص الفارق لهدف لما خد اوليفر روي الوقت المستقطع، كانت 10-7 دلوقتي 11-10 لصالح النادي الاهلي. تمرير خط الخلفي مرة تانية، نزل دلوقتي النادي الاهلي على مستوى صانع العاب فوكس، عايز يعدي يلعب الكرة لكن ياخد رمية حرة. سيف هاني عايز يعدي، يعدي كويس قوي لكن ياخد رمية حرة. هنشوف قرار الحكمين، مرة تانية تمرير سيف، لاعب عنده مهارات كتير جدا جدا جدا، وكان القائد الهجومي لمنتخب الناشئين. عايز يعدي يلعب الكرة كاستيلو لكن ياخد رمية حرة، ياخد رمية حرة. يتصدى كريم الدولي الكرة، أحمد حسام بيقابل كويس قوي، غير شكل الدفاع أوليفر، خلى أحمد حسام يدافع في اتنين. علي هشام نصر هو ومحمد طارق بيراقبوا احمد عادل، يراقبوا الدايره. سيف هاني يلعب الكوره، رمضان عايز يعدي، رميه حره، ياخد رميه حره. محسن رمضان، سيسا اذا انا بلعب سلبي من حكمان اللقاء، يلعب الكوره سيف هاني عايز يعدي، يلعب الكوره لمحسن رمضان يحرز الهدف للنادي الاهلي 12-10 من الخط الخلفي، عملها كويس قوي من الباك اليمين. حصل على افضل لاعب مرتين في اخر بطوله عالم للشباب اللي حصلنا فيه على الميداليه البرونزيه في لقاءين مهمين جدا لما وصلنا للمربع ولعبنا في قبل النهائي مع فرنسا، لعبنا على الثالث والرابع مع البرتغال. تمرير خط الخلفي مره ثانيه، احمد الاحمر يلعب الكره لطارق، عايز شوت الكره كده مع طاقه الدفاع لكن وقف قدامه كويس قوي. تمرير محمد طارق يطلع من على الدايرة، علي هشام يلعب الكورة، عايز يعدي مودي، يلعب الكورة الأحمر، يلعب الكورة لطارق لكن ترجع مرة تانية، ياخدها سيسا، هجوم سريع للنادي الأهلي، انفراد هنا بيقول له عملت أربع خطوات، حسب عليه فاول مهاجم، حكمنا الدولي، يعدي مرة تانية مودي
يشوط الكرة لكن تروح الخطورة في الجناح الشمال أحمد مؤمن صفا. دودو ياخد الكرة بعد حائط الصد كده من الجناح الشمال ويحرز الهدف لنادي الزمالك، يقلص الفرق لفرق هدف. عملها كويس قوي دودو، عمل مباراة عمره هنا في مصرنا تابعناه كلنا واحنا بنلعب مع الدنمارك. رجع قطع ثلاث كرات وعمل هدفين رائعين. دودو 12 11 لصالح النادي الاهلي. سيف احمد عادل يلعب الكره لرمضان، عايز يعدي الجزيري لكن ياخد رميه حره، يقف قدامه كويس قوي طارق. بدا يعمل الفارق طارق في الدفاع مع علي هشام نصر، بداوا الاثنين يعملوا تناغم مع احمد حسام. غير الشكل تماما دلوقتي اوليف. تمرير خط خلفي طالع دفاع الزمالك فين؟ على التسعة متر حضراتكم شايفين، هينزل على الدايرة عادل، هينزل هو وطارق او يلعب الكورة لكن تروح لسيسا يا يحرز الهدف. رائعة من الجناح، عملها كويس قوي مودي. يجري الزمالك، علي عايز يرجع بالكورة. مرة تانية مودي رجع خلاص الدفاع. بص هنا مودي بقى لاعب عنده خبرة عالية قوي في الهجوم، ياخد الكورة على ماله خالص ويبتدي يعيد استمرار الهجمة المنظمة لنادي الزمالك. تمرير خط خلفي الأحمر يلعب الكورة، علي شام يطلع من أعلى نقطة، علي يضيف هدف هام، علي هشام نصر يقلص الفارق مرة تانية. رمضان تيجي الكرة في القائم يلمها تروح في الخطورة، رب صدفة خير من ألف ميعاد. تيجي الكرة هنا لكاستيلو يتقدم للنادي الأهلي، لو جت في الإعادة الكورتين والهدفين في كام ثانية وفي كام دقيقة. لا 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 كرة يعني رائعة قوي شاطها رمضان، جت في القائم، ترجع المصري هو اللي ياخد الكره ويجدد الخطوره. ادي الكره يا 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 كريم هنداوي شال الكره حلوه قوي في الكره اللي فاتت. يا سلام يا سلام، عمل اللي عليه هنداوي، عمل اللي عليه في الكره اللي فاتت حقيقي. مره تانية يلعب الكره، الكرات دي طبعا الحارس بيبقى زعلان قوي بعد ما بيعمل عليها مجهود. اكرم يسري يقف بالوعود في الجناح اليمين في تمريره من العيار السمين من احمد الاحمر. 14 13 لصالح النادي الاهلي، 27 هدف في اقل من 27 دقيقه، مباراه سريعه جدا. مره ثانيه عادل على الدايره. بصوا حضراتكم بقى الدفاع هيبدا ازاي، طارق الدرع نزل يراقب يرجع مره ثانيه، عادل يجهز للجزيري في الباك الشمال اللي عايز يعدي يتصدى له للمرة التالتة. كريم هنداوي يلعب فاول مهاجم، تتنقل تروح للنادي الاهلي. بص حضراتكم السرعات على طول، الجزيري احمد عادل ينزل ياخد مكانه ومكانه تاني على الدايرة، عايز يعدي يلعب الكورة لسيف اللي يلعب الكورة لكاستيلو، هنشوف قرار الحكمين ايه. كابتن شعبان بياخد انذار، كابتن حماده الروبي بياخد انذار في الكره اللي فاتت. كابتن شعبان بيقول له هو عايز طبعا يلتزم بمقاعد البدلاء الفريقين عشان المباريات لسه كتير، يعني اول لقاء اتلعب في المرحله الاولى، هنلعب في المرحله الثانيه لقاءين، هنلعب بدورتين مجمعتين ما بين القطبين. تمرير مره ثانيه، احمد عادل يطلع من على الدايره يلعب الكرة لخليل اللي رجع على مستوى الباك الشمال، سيف عايز يعدي يلعب الكرة لكن بكار حب يقطع الكرة، نزل دلوقتي مكان دودو، عايز يعدي سيف، سيف ياخد رمية جزائية، سيف هاني بمهارة فردية مواليد 2000، سيف يعدي كويس قوي. صانع الألعاب هو دايما بيكون أحد الأسباب، هو أحد الحلول، عمل مباراة عمره أمام ألمانيا. سيف هاني
في بطولة العالم للناشئين والذهبية لكرة اليد المصرية في آخر بطولة. ينزل فلفل للرمية الجزائية. كاستيلو يهوش ويتصدى فلفل في أول مرة ويحرز في تاني مرة. كاستيلو لم الكرة اللي صدها كويس قوي فلفل. لو جت بقى في الإعادة، بص حضراتكم هنا الريفلكس، بص حضراتكم يا سلام، ريفلكس عالي قوي، ريفلكس عالي قوي لفلفل. عمل مباراة عمره هنا أمام تونس الشقيقة في 2016 لما فزنا ببطولة أفريقيا، عمل مباراة عمره لما نزل مكان كريم نداو في آخر 10 دقايق، عمل أداء رايق. مرة تانية عايز يعدي، يعدي كويس قوي. يحيى ياخد رمية حرة، ياخد رمية حرة. مرة تانية تمرير خط خلفي، يعدي كويس قوي يحيى الدرع ويحرز الهدف ال14 لنادي الزمالك. صانع الالعاب احد الاسباب، يعدي كويس في اول مهاجم على محسن رمضان. بص السرعات، بص السرعات، سريعه جدا، سريعه جدا المباراه تجري. مره ثانيه سيف يلعب الكوره ليحيى اللي عايز يعدي، يعدي في كوره غاليه بمهاره عاليه، وايقاف دقيقتين ورميه جزائيه المره دي لنادي الزمالك. عملها كويس قوي يحيى الدرع. بص هنا في الاعاده اهو، خد معاه الدفاع كويس قوي، غير اتجاهه. يا سلام، عمل مهاره عاليه جدا يحيى الدرع. اخر بطوله في افريقيا في تونس الشقيقه حصل على افضل لاعب في البطوله يحيى الدرع. يا يحرز الهدف اكرم يسري، يتعادل لنادي الزمالك 15-15، 30 هدف في 27 دقيقه وثواني الى الان. تمرير، مباراة رائعة، مباراة رائعة. رمضان، وقت المستقطع اللي خده أوليفر روي بدأ يغير في شكل المراكز وفي وجود اللاعبين داخل الملعب. مرة تانية تمرير، يلعب الكرة خليل سيسا على الدايرة. سيف عايز يعدي، يلعب الكرة، هيغير، عنده نقص عدد، يلعب الكرة مرة تانية. سيسا ينزل لكن ياخد رمية حرة. النادي الاهلي عنده نقص عددي في الكرة اللي فاتت، اذا بلعب سلبي من حكمان اللقاء. يلعب الكرة ياسر خليل، لسه في لعب سلبي، يلعب الكرة لياسر لكن ياخد رمية حرة. بيجري سيسا اول ما الكرة تتمرن، لانه استغلال تعديلات القانون بيبقى المرمى خالي طبعا، مش في حارس، بينزل لاعب مكان الحارس. خلاص رجع الحارس، رمضان يلعب الكرة لخليل، اللعب سلبي، تتنقل الكرة لنادي الزمالك اللي عايز يجري. الدرع يلعب الكرة لسيف، مودي يلعب الكرة تحتيه وسام سامي عايز يعدي هنا. سيف يلعب الكرة كويسة قوي لكن يتصدى حميد انفراد تام، يمنع هدف هام من الجناح اليمين. يا بيشيل كرة مهمة جدا من سليمان. تمرير مرة تانية عايز يعدي، يلعب الكورة، يعدي كويس قوي لكن رمية مرمى، هو عايز رمية جزائية. بياخد الوقت المستقطع كابتن طارق محروس عشان يدي التعليمات للاعبي النادي الاهلي. نتابع مع بعض هيقول ايه للاعبي. نقلب كل واحد يعمل اللي هو بيعرف يعمله، بس نشتغل نشتغل وفي الاخر اربعه، واي كره اي ظروف تحصل الناس ترجع ترجع تقعد تتكلم مع الحكم وارجع والكره تيجي في بلاش بلاش 4 سنين. طيب لا لا بس خلاص 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 خلاص. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن طارق محروس، واول حاجه قالها مهمه جدا هنا للاعبيه
لازم نرجع بعد الكرة ما نسيبها من ايدينا بغض النظر عملنا ايه. دي نقطة مهمة جدا عشان يرجع للسرعة اللي الزمالك عملها بعد الوقت المستقطع اللي خده اوليفر روي. بقى بيجري الزمالك بنفس سرعات النادي الاهلي ولذلك المباراة بقت سريعة جدا. 5 ثواني يكتمل النادي الاهلي. تمرير خط خلفي نزل مرة تانية سيف سيف هاني صانع العاب يلعب الكرة تقاطع بيجهزه اذا انا بلعب سلبي من حكمان اللقاء. عايز يعدي سيف يقف قدامه احمد حسام لاعب عنده واجبات دفاعية بيعملها جيدة جدا احمد حسام. تروح الكرة في الجناح يلعب الكرة بنجاح سيسا عملها كويس قوي من الجناح الشمال بينط كده ويفتح نفسه كويس قوي قوي احمد هشام سيسا لعب مباراته الدولية الأخيرة أمام مقدونيا. سيسا لاعب مؤثر على مستوى الجناح الشمال يلعب الكرة عايز يعدي يا سلام لكن يتصدى حميد يحاول عليها مرة تانية. هو في هذه الثانية لو جت في الإعادة لو جت في الإعادة آخر الكرات كانت هائلة من حميد شال الكرة عادي أول ما التقاطع راح شاط الكرة قوية قوي تيجي حميد يلم الكرة وترجع مرة تانية برضو يعمل ريفليكس عالي. عموما هنروح الى الاستوديو التحليلي وضيوفنا الكرام كابتن محمد الالفي وكابتن احمد العطار نطير سريعهم سريعا ثم نعود ونستكمل معا. كل سحابة شايفين وراها